لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت حملتنا على الدعاء، لك الحمد أنت هديتنا، لك الحمد أنت أطعمتنا، لك الحمد أنت أسقيتنا، لك الحمد أنت عافيتنا، لك الحمد أنت شافيتنا، لك الحمد أنت رزقتنا، لك الحمد إن عذبتنا، لك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا، لك الحمد كله علانيته وسره أوله وآخره. سبحانك يا إلهنا، سبحانك من إله حليم، حيث أمهلتنا حين عصيناك وغربت منا حين ابتهلنا إليك ودعوناك. سبحانك تجيب الدعوات وتغفر الزلات، سبحانك أقلت عثراتنا وأجبت دعواتنا وغفرت زلاتنا، سبحانك رددت غائبنا وعافيت مبتلانا وشافيت مرضانا. خالقنا وحبيبنا ومولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. نحن نرفع إليك كف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا رؤيتك.